اسمي فاروق حيدر مصطفى، شغال في مجال الجلود لي حكاية بتاع سنة ونص. عندنا محل في سوق مدرمان في الفلور تاجورة في سوق مدرمان جنب شارع الصياغ. مجال الجلديات مجال جميل وسمح، بوريك التراث السوداني من دادنا زمان لحد الآن. الجلد من السلخانة يمشي المطبخ يحصل له عملية بتاعت دباغة، مواد الدباغة زي الملح والقرض والزيت. الزيت ده بيضطر الجلد ثاني يجيبه للمكنات، قطعه على اشكال شنط ومطابق وجزالين. انواع الجلد الموجودة عندي زي الاصلة والتمساح والكوبرا والثعبان وجلد الورل، جلد الماعز، جلد البقر، جلد الابل، ثاني جلد الارنب برضه. وكل دي كل الجلود الموجوده عندي يعني في المحل. والله الاصل دي اكثر حاجه بتشتغل في المراكيب والمطابق والجزالين والشنط، كله بيشتغلوا بيها يعني. زي برضه الابل بس للمطابق والشنط بس. اما جلد الارنب ده للشباشب والمطابق، وجلد الدبيب للمراكب، وجلد التمساح للمطابق والشنط برضه. معظمها كده يعني بتوفر في الشنط والمطابق الجلديه يعني. اجود الانواع في المراكب الدبيب، واجود انواع في الشنط التمساح بالاجمل يعني. تمساح اجمل شنطه في الشنطه الجلديه كلها. اكثر حاجه مرغوبه في السوق المطابق، مطابق الابل خاصه مرغوبه اكثر شيء يعني. مرغوبه اول حاجه بسيطه في شكل بسيط وجميله يعني، ورخيص وسعرها رخيص. لو جينا نتكلمنا عن الأسعار بتتفاوت. مثلا زي المركوب، أفضل مركوب سعر مركوب سعر الدبيب سعره تقريبا من 2 لحد 1500. بعده أصلة، الأصلة دي برضه بتتفاوت من 1000 لحد 700 800. بعد الشنط شنط التمساح، التمساح دي في شنطة ب2000، في شنطة ب2500 لحد 1500 كده يعني بالتمساح. في اسعار في متناول اليد يعني، ممكن شنط الابل، شنط الكوبرا، شنط الاصله، حاجات جميله ورخيصه في نفس الوقت. مثلا شنط الابل دي بتلقي لحد 500 600 جنيه، حاجه سمحه وبتعيش. برضه شنط الاصله نفس الكيفيه، رخيصه وسمحه. اما الكوبرا دي رخيصه شديد طبعا، ممكن تلقي ب 300 ب 200 250 بتلقي ما في مشكله. اما بالنسبه للنقوش الموجوده في الشنط وفي المطابق، ففي مكنه للطباعه، الطباعه دي بتشتغل بالكهرباء. في الكلاشيه ده النقش الموجود في الشنطه وفي المطبقه، مثلا زي كلمه السودان. كلمه السودان في الكلاشيه دي بتكون مطبوعه على كلمه السودان. انت بتخط الجلده وبتخط من فوق لها الكلاشيه ده في المكنه، بتضغط المفتاح يطلع لك كلمه السوداء. في طلبات برضه بتجي محدده، في واحد يجي يقول لك داير مثلا امي العزيزه، امي الغاليه، ست الحبايب، ام محمد، ام احمد، ام حسن، ام حسين، ام علي، ام مصطفى. فدي غالبا الاسماء الاكثر موجوده في السودان يعني الاسماء دي. اما بالنسبه للصعوبات اللي بتواجهنا في المواد، فكل يوم بتجي تلقى المواد زايده،
كل يوم بتيجي تلقى مثلا المواد الصناعيه برضو والحاجه زايده بالنسبه لهم، هم ذاته دار يزيدوا لهم القروش بتاعاتهم. هذا دي اول مشكله انها بتواجهنا في الصناعه دي. نطمح نوري تراثنا للعالم كله، نطلع برا معارض برا، نوري التراث السوداني كان كيف، كانوا اجدادنا عايشين كيف، نوريهم تراثنا، نوريهم شغلنا، نحن نقدر ننافس ناس برا.